كرم موقع لبنان نيوز أونلاين رئيسة القسم الاقتصادي في أخبار الام تي في الزميلة جاسي طرات قسطون تقديرا لعطاءتها في الحقل الإعلامي والاقتصادي لناحية نشر الوعي ومكافحة الفساد، وكرم أيضا مدير العمليات السابق في الام تي في الزميل جورج عيد وذلك عن دوره في تغطية انفجار بيروت ودوره التوعوي في الإعلام اللبناني والعربي. الحفل نظمه ناشر موقع لبنان نيوز أونلاين الزميل خليل مرداس في دبي بحضور قناة وعدد من الشخصيات الإعلامية الاقتصادية والمصرفية اللبنانية والعربية إضافة إلى ممثلين عن الجالية في الإمارات.